السلام عليكم إخوان وحياكم الله أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. تحية كبيرة خاصة من عدي عثمان وضربي الإخوان تبارك الله. اليوم راه كنتواجهوا في سوق حد المنابر الإخوان تبارك الله بتاريخ الإخوان 3/3/2024 تبارك الله. الله مبارك الله يدير خير. وأي واحد الخوت دخل عندنا جديد يتابعونا معنا وبارطاجي معنا الفيديو خير منكم تبارك الله. وراه ديما معكم الإخوان ديما كنواصل لكم الجديد وديما شي حاجة مليحة وشي حاجة البور الورد المليحة الإخوان تبارك الله. اتفق على بدارك وكتفرج ديما بارطاجي مع الفيديو جزاكم الله خير الاخوان تبارك الله. تحياتي للخوت الحباب داخل الوطن وخارج الوطن تبارك الله. اليوم الاخوان راه عندي 5 نعاج كلهم رباعيات الاخوان تبارك الله، ربع دافعات على ميلاد وحده والده خروفه تبارك الله، وكلهم رباعيات وكلهم رسومات ناروك. انا غنوريكم الرشمه ناروك الاخوان تبارك الله هي الاولى. هذه وخطيره ليها الاخوان، عندها هات بلاد السعيد طايره ليها هذه الاخوان، ولكن عندها النجمه ديال الاخوان تبارك الله. هان الاخوان هان النجمه ديال الاخوت كونوا واضحين. ها الطنقه ديال ناروك كلهم مرسومات، هذه جاتها في الكحال. ها الطنقه ديال ناروك الاخوان كلهم تبارك الله. وها هي اللي والده راه خاتم الاخوان، والده خروفه. ها هي فيها المواصفات، شو كيدير الاخوان تبارك الله. شي حاجه طوب درت المليحه الاخوان تبارك الله. حط بنتها حط 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 تبارك الله، مشبعه بنت الاخوان. ها الدرع تبارك الله، الله يبارك. راه والده خروفه الاخوان تبارك الله. هذو راه كلهم دافعات الاخوان على ميلاد تبارك الله. الله يبارك، الله يصلح الامور، كلهم رباعيات على الاخوان تبارك الله. اللي بغاهم الاخوان الف الف مرحبا. وكنقول الثمن ورزق الله باش ما ديك الساعه نبيع ورزق الله. ودافعت على ميلاد الاخوان تبارك الله كل شيء، ولكن نعطيك الدرار، نعطيك الدرار اخويا. اللهم بارك تبارك الله في الريه السعيد السن شويه الرباعيه الاخوان، ما كاينش زيكزاك فرد الاخرى. زيد راك ما عارفين اخوكم عثمان، والف مرحبا بالخوت الرباعيه الاخوان. زيد فر انا الخوت كلهم رباعيات كلهم بخمسه في الرسفيه الاخرى. ها خويا بشويه رباعيه الخوت. زيد الاخرى رباعيه لوالده تبارك الله، هز لها بنتها وطلق تبارك الله. الله يبارك، وكلهم دافعات على ميلاد الاخوان تبارك الله. هانتوما الاخوان نعطيكم الدفوع وكنعطيك نعجه، نعجه اصيليه تبارك الله. الله يبارك، الله يصلح الامور، الله يدير خير. كلهم النعجات اصيليه الاخوان تبارك الله. حنا غنطلقوهم فهمت الاخوان. طلق لبنتها، طلق لبنتها، طلق لبنتها. هاكوا غنطلق لبنتها هي غتشدها تبارك الله. شوف النعجه كي وافيه الاخوان تبارك الله، والله يسر امور. سعيد طلقهم كامله، تحي طلقهم تبارك الله. زيد تبارك الله كلهم مرسومات نانو. ونقول لك التمر باش مشريات والرزاق الله، هادشي اللي كاين تبارك الله. الله يسر امور، هذه والده خروفه الاخوان وفيها جميع المواصفات تبارك الله. كلهم مرسومات نانو، 5 النعاج تبارك الله. ودافع دعيمات كنعطيك الدفوع بالكارانتي اخويا تبارك الله. صاحب الجمعيه تبارك الله، وراه قالك طارقين من الخروف ديال الجمعيه الاخوان تبارك الله. زيد السعد من هنا باش ما يهربوش. زيد هاك هاك حبس تبارك الله. نعاج وافيه الاخوان تبارك الله، وملاحات ومقدرات والصغر والصغر كنعطيك الصغر الصغر. وثمن جد جد مناسب ديال المشرى، ثمن جد جد مناسب ديال المشرى. المشرى خوت 54 2700 درهم باش خديتهم تبارك الله، ولكن كنعطيك الجوده في المليح. راه كنعرفوا واش كنديروا في الخدمه. هادو مرشومات نانو ديروا للجمعيه الاخوان تبارك الله، ولكن المليح تبارك الله. والثمن ديال المشرى 54 وما نبيع تنقرع، والرزاق الله يدوي معايا راه تساعد مع الخوت. هادشي اللي كاين واد، هادي راه خوت راه مرشومه ودافعه تبارك الله. نعجو فيها نعجو. ها؟ فيها نعجو ونعجو والسن والسن والصغر. انا الاخوان الرباعيه والسن دوريجين جوهر، السن دوريجين تبارك الله. حبس تبارك الله. والدفوع كنعطيك الدفوع يا خو، كنعطيك الدفوع بالكارانتي فهمتيني، بالكارانتي. والنعجه كانوا كيسرحوا في الربيع تبارك الله. سعيد شدها بالشل، لا شديت شي وحيده فهمتيني تبارك الله. ولا عليا الناس ولا عليا المشاهدين ومرحبا. وتبارك الله تبارك الله. زيد تبارك الله. والسن رباعيه الاخوان تبارك الله. والجوهر طب شويه هربوا ليك. حبس 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 شدها تبارك الله. وتحياتي للخوت والحباب والكارانتي الاخوان تبارك الله. الدفوع راه الكارانتي، راه ماشي كنلعب معاك ولا شي حاجه، الكارانتي نعطيك تبارك الله. نعجة كي داير الاخوان تبارك الله، كلشي كاين. والصغر كنعطيك الصغر، وقال لي مولاهم طارقات من حولي ديال ناروك تبارك الله. وبعدا هو راه باين الاخوان، راه عندو هاتم الاخوان تبارك الله. داكشي راه ماشي، هادشي راه واضح وباين تبارك الله. العينين كلشي كامل تبارك الله. اللهم يسر تبارك الله، الله يبارك، اللهم يسر الامور تبارك الله. راه كنعطيك نعجة وصغيرة والصغر والمليح، وكلهم طارقات من حولي ناروك مولاهم في الجمعية. الله يسر بنادم، راه الله يحسن العوان وصح. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. العجرة مقافزات وملاحات الاخوان تبارك الله. اللهم يسر الامور يا ربي يبارك تبارك الله. الله يرحم الموالدين، سر الله حفظك.
تبارك الله. نعاز راه اصليات والرقم على الشاشه اللي يبغاه من الاخوان راه الف الف مرحبا. سعد شد لي هذيك هذيك السعيد اللي عندها اللي دا على ميلاد ما بقى لها والو تبارك الله. هذيك هذيك شدها هذيك السعيد شدها هذيك ها فريس الله يحفظك تبارك الله. هاني الاخوان الرباعيه الرباعيه والمليح وشويه الضرعه ديال النعجه قداش والنعجه مقدره. هاني الاخوان تبارك الله كنعطيك اخويا شي حاجه اللي اصليه فهمتيني والمليح الزين. هاني اخويا شي حاجه اللي دوري جين تبارك الله سير الله مبارك صافي خلي نمشي عند كمية الاخرى هربت ليه تبارك الله. هاني الاخوان تبارك الله شي حاجه طوب درت مليحه الاخوان تبارك الله والله يسر الله يكمل بخير وراني كنتعاون مع الناس والف الف مرحبا والنعجه راه مدافعه على البلاد. كنعطيك الكارانتي اخويا الكارانتي تبارك الله الجوده المليح تبارك الله. نعطيك اخويا الكارانتي في الضرار ومرشومات نانوك نجمه كلهم بخمسه تبارك الله الله يبارك. وحده راه والده الاخوان تبارك الله الله يستر. سير شويه لي سير السعد على الكاميو سير سير باش نشارجيو سير اللهم يسر. قاعد 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 سير 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 زيد 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 زي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله اللهم بارك. النعجه الوالده هي شد يلا شدهم باش نشارجيهم صاف. قاعد هذيك قاعد هذيك تجي تبارك الله الله يبارك. انا الاخوان تبارك الله راه كنعطيك الجوده كنعطيك المليح نعطيك السلعه اللي داوي على راسك. هادو عجبوني استمعت مولاهم ديتهم هاكواك تبارك الله. راه وري الدرع وري الدرع ديال هذيك زيد 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 تبارك الله تبارك الله. انا الاخوان تبارك الله انا الخوت المليح النقا ما كاينش زيكزاك دي فله البنيه شو البنيه كي دايره تبارك الله. حيدا سيدي يلا نهاركم مبروك الخوت ونرجعوا للسوق ونشوفوا الثمن والله يسر امور نشارجيو هاد النعاج والف مرحبا بالاخوان. مبارك الخوت الله يدير الخير الله يسر امور جميع الناس تبارك الله. وتحيات الخوت الحباب الحوليه البدريه الاخوان تبارك الله. هذه اليوم في الملابه الاخوان تبارك الله مولاه ما بغاش يبان معنا الاخوان ولكن راه باعها والثمن باش باعت الخوت راه 30000. هذه بدريه الاخوان تبارك الله ولكن كتجي ليل ونهار الاخوان تبارك الله بحال هذه السلعه هذه تجي ليل ونهار تبارك الله الله يبارك تبارك الله اللهم يسر الامور. 30000 على 1500 درهم الاخوان باش باعت فيها 92 راس ولكن غلم ولكن غلم تبارك الله. عجبتني هذه الاخوان تبارك الله. واحد الاخ تا هو راه مصين على بحال هذه السلعه الاخوان تبارك الله ولكن هذه راه عند 92 راس هي باش باع ب 30 كون كانت عنده شي حاجه قليله يبيع اكثر. فيها غنم اصيليه وفيها غنم دوريجين تبارك الله الله يبارك الله يسر الامور. وتحياتي لكم الخوت تحياتي للخوت الحباب تبارك الله اللهم يسر. السلعه راه زوينه الاخوان تبارك الله الله يبارك الله يبارك المولى والله يسر في الخير تبارك الله. تحياتي لخوت ملابه مرحبا الله يحفظك الله يبارك. ونظروا الاخوان شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن والله يصلح الامور. اعانكم الله الخوت 30000 الخوت باش تباعت 1500 درهم. مبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله. حوالا ملاح الاخوان تبارك الله. عبد بعض القادر وغنسولوا على الثمن وهو الحاج والله يصلح الامور. السي عبد القادر السلام عليكم دير بخير صحيح هاني الله يحفظك. الثمن عبد القادر ديالهم جوج شحال هما شحال المشرى السي عبد القادر شحال المشرى مع هاد وياك ما مع هاد ويا قول لي هو ماشي مشكل ماشي مشكل اقول معاهم حتى الاخر اللي مشى 85 الله يرحم الموالدين قلت لي جوج عطاك فيهم مليون اي رزقك هذاك مع هاد الجوج ما غيديروش لك 85 لواحد هادو شحال ناقصه فيهم ايه والله ميسر كتفرد وصافي تبارك الله. المشتر الخوت ديالهم راه 85 فهمتيني الاخوان فرد منهم واحد 120 وباع منهم هاد جوج الخوت 140 على 7000 درهم 70 لواحد وبقاو عندو هاد جوج الاخوان عطاو فيهم مليون 10000 درهم. داكشي اللي كاين قالوا لنا والرزاق الله. تحياتي للحاج تحياتي ليك والله يلا نصرك ورزقك راه يجيبو لك الله. واش غدير صبر هذاك الشيء اللي كاين هذه بنادم راه من قسم الله راه يدي يديها هاي تبارك الله عليك عم الحاج. السي عبد القادر كنشكرك بزاف الله يحفظك وتحياتي ليك مع كتجاوب معنا وكتقول لنا داكشي اللي كاين تبارك الله. راه 85 المشتري الاخوان ولكن راه عطاو مليون وهاد الجوج راه باعو 140 خاص بنادم يفهم كيفاش القضيه فهمت الاخوان. هاد الخوت راه خاصهم 15000 لواحد فهمت الاخوان. واحد باعو 120 فيه الربح وبقاو عندهم هاد الجوج والله يسر بعض القادر الله يسر خويا الله يجيب السلامه.
مبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله. ونسولوا هاد خمسه الخرفان عاد بصالح الخوت والله يدير تشاول ديال الخير ويقول الثمن ونسولوا على السوق كي داير والله يصلح الامور. بصالح كي داير هاني صحيح امورك هانيه باش تعاود انت وكيدير مع الوقت هنا في السوق كيدير الوقت الوقت شويه شويه خرج شويه عيان خرج عيان شويه شحال الثمن هاد واش ديتي 68 الله يرحم الوالدين الاخوان تبارك الله المشرى الاخوان راه 68 هنا راه الثمن شويه زوين وثمن مناسب للاخوان تبارك الله 68 4000 3800 درهم الخوت الثمن ديال المشرى تبارك الله الثمن راه زوين الاخوان تبارك الله وثمن مناسب 3400 درهم وداك الشيء اللي كاين كيقولوا رزق الله الشيء اللي كاين هادشي الصراحه الاخوان تبارك الله وتحيات الخوت الحباب والله يصلح الامور زوين الثمن زوين ما عطاوك فيهم لا الثمن زوين والله لا لا ديال نهار الجمعه بعدا كاع بعدا الثمن شويه زوين والله يصلح الله يكمل عليك ونطلب الله يطفيو هاد التليفون هاد الفيديو هذا وجل الله تيسير الله يصلح الامور الله يحفظك الله يبارك فيك نضروا الاخوان شدوروا في السوق ونشوفوا الثمن تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يدير خير تبارك الله وكتدخل غير من غير الاخوان اليوم المنابر الاخوان تبارك الله وغنسولوا على الثمن ديال هذه السلعه الاخوان تبارك الله شحال دايزه والله يسر الامور الله يدير خير سي حسن السلام عليكم كدير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك هاني كيفاش السوق شويه اليوم الله يجعل البركه الثمن كاين ولا ما كاينش الثمن كاين ومليح كاين هذه شحال الثمن 82 هذه هذاك الحولي تاعك والمشرب شحال 78 الله يرحم الوالدين المشرى الاخوان راه 78 3900 درهم الاخوان تبارك الله اللهم يسر الله يدير الخير تبارك الله كيطلبوا 82 4100 درهم الاخوان تبارك الله غير المراه غير يدير الاخوان وغير مربع الخوت هذه غير مديتها مربع اليوم واكرا الربيع ما نعاودو هضر تبارك الله والله يسر بكم يطلب الله التيسير الله يعاون ابو حسن الله يرحم الوالدين الله يحفظ خويا اللهم بارك الخوت الله يدير خير تبارك الله ونسولوا على السلع الاخوان تبارك الله اللهم بارك الله ييسر الامور الله يدير خير وتحياتي لكم السلعه راه ديالي انا اللي بعتها والله ييسر مواليها الله يسهل عليهم حنا راه كنجيو للسوق ونبيعوا سلعتنا والله ييسر الامور تبارك الله والناس كتنفع من وراها الشاش مابقاش صورت لكم الاخوان تبارك الله صور مرحبا تبارك الله الثمن الثمن الخوت راه ما غيقولوا لكم شحال تباع الثمن والله ييسر الامور الله يدير خير صاحبي شحال الثمن دوك عاطينك 82 الله يسر قاعد هذا قاعد هذا ها كيطلب 90 الاخوان هو البيع الخوت هذه راه واحد الكاتي الراس كان عندي فيه شي واحد الرقاق وحيدتهم الاخوان تبارك الله هذا الشيء اللي كان هو هذا 82 4100 درهم الاخوان تبارك الله اللهم يسر ما ندور بها مرحبا 31 راس الخوت اللي بعت لي حيدت منها خمسه قلال شويه حيدتهم وبعتهم بعدهم الله يسر بعت لها الغم غليظه اللهم يسر خوت امور الله يدير خير تبارك الله كاين المليح من الخوت ولا حبوب ولا ديف ولا والو تبارك الله تبيع بوجهك حمر نقول لك بيع بوجهك حمر والو راني مدوزها واحد واحد سير الله يسر لك الله يكمل الخير هذه العشاق الاخوان تبارك الله عشاق اول مليحه وشطبيه ومنوع الديف وديال الحبوب لا 31 راس غير مليحه الاخوان تبارك الله 82 العاطيل 4100 درهم والله يسر الامور الله يسهل عليك وتحياتي لكم الخوت تبارك الله عطيف خليا الماري ديالك على الله قول 0672 08 34 12 انا غنضرب بها كامل الاخوان تبارك الله واللي بغى الاخوان باع والله يسر بقات عندهم اللي بغى يتواصل معاهم 31 راس والمليح نلقى الاخوان تبارك الله لا منوع الحبوب منوع الديف والاخوان تبارك الله سلعه وحده وسلعه مليحه الاخوان تبارك الله ما نعاودو هضره ما نعاودو كلام اسمح لي شويه الله يحفظك تبارك الله المراه غليظه الاخوان تبارك الله كامل الاخوان تبارك الله اللهم يسر الله يبارك الله يستر الامور الله يدير الخير تبارك الله وتحياتي لكم الله يسر امور الخوت اللهم بارك الله يدير الخير 82 4100 درهم الاخوان تبارك الله مليحه الاخوان تبارك الله والنمره راه خليتها لكم عبر الفيديو اللي بغى الاخوت يتواصل معاه تبارك الله السلعه مليحه الاخوان تبارك الله ومنعوا العيب العيب شي حبوب ولا شي عبوجه ولا شي ديفوره ما عندوش تبارك الله واللي بغى الاخوان راه يتفاوض معاه والله ييسر الامور تبارك الله السلعه مليحه والسلعه غليظه الاخوان تبارك الله المليحه برضو والله الا المليح تبارك الله السلعه راه مليحه الاخوان تبارك الله اللهم ييسر تبارك الله نضروا الاخوان شدوروا في السوق وشوفوا الثمن
سير دوار الله يعاونك. الله يجيب السلامة اخويا. ابو بارك الخوت الله يدير خير تبارك الله، ونسولوا على الدريس الاخوان تبارك الله، هذا الاخ الخوت الله يصلح الامور الله يدير خير، ونسولوا على الثمن الله يدير الشتاء ويدير الخير الاخوان. اي واحد الخوت يبارطاج لنا الفيديو الله يبارك. العمي السلام عليكم، كيداير بخير؟ صحيحة. شحال الثمن ولد عمي؟ 70 اخويا عاطيني 70. شحال ديتي من نتايا الله يحفظك؟ دينا ب 70. تقول لينا المعقول تمام هاكا، قول لي هاكا المشرى الاخوان 70000 3500 درهم، اداهم 70 وعاطينهم 70، مازال ما عطاوكش الرباح وصافي. هاكا تبارك الله، مازال ما عاطينوش الرباح الاخوان تبارك الله، وداك الشيء اللي كاين كاين ورزق الله، حنا نطلبوا الله التيسير والله يسهل عليهم تبارك الله. اللهم يسر الامور. 70000 3500 درهم الله يستر الامور. ولد عرب السرد الصغير مرحبا الحاج، الله يحفظك الله يسر. انظروا اش دور الخوت في السوق وشوفوا الثمن والله يستر الامور. مشرى الخوت راه 70000 3500 درهم. بارك الخوت الله يدير خير تبارك الله، وسولوا على السلع الاخوان تبارك الله، سولوا على الثمن. شحال في من راس عندك هذه؟ 10. شحال الثمن اخويا؟ 56. 56 الاخوان تبارك الله، 56 2800 درهم. ايوا الثمن ديال المشرى الحاضر. 8 52000. المشرى الاخوان راه 52 2600 درهم. وكيقولوا 56 الاخوان تبارك الله، راه كل باب وكراه هذا الشيء اللي كاين هو هذا، والرزق الله. هذه المرأة كيتساعد بشوي بشوي اللهم يستر تبارك الله، الله يستر الامور الله يدير خير. وتحياتي لكم الخوت تبارك الله، اللهم بارك. 52 2600 درهم الخوت، هما كيقولوا كيطلبوا على 56 لكن كيقولوا المشرى اللي يجي عندهم كيقولوا المشرى. الله يستر، ندورو دور الاخوان السوق ونشوفوا الثمن الله يستر الامور. 52 2600 درهم تبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله، وسولوا على خرفان بدريه الاخوان تبارك الله، سولوا على الثمن والله يستر الامور الله يدير الخير والجوده والمليحه الاخوان تبارك الله. وديما نولعوكم مرحبا. شحال دخل محمد؟ 45 و500 الاخوان تبارك الله، 45 و500 الخوت تبارك الله، 45 و500 الاخوان تبارك الله. شحال فيها من راس؟ فيها 24 الاخوان، فيها 24 راس الخوت تبارك الله، ورانا خاين النمره. ايوا تبارك الله، اللهم يسر. 45 و500 الاخوان تبارك الله، 2275 درهم، 2275 درهم الاخوان تبارك الله. هادشي راه بدا يهبط في السوق الاخوان تبارك الله، اللهم يسر الله يدير الخير جميع الناس والخوت الحباب تبارك الله. هادشي راه كان ب 50 52 54 56 ولكن الثمن شويه زوين اليوم الاخوان تبارك الله. 45 و500 2275 درهم. عندنا النمره ديالك دخل محمد 06 66 66 08 46 70. شحال فيها المخروف؟ 24. فيها 24 راس، الله يسر اخويا الله يجيب السلامه. ندور الاخوان شو دوره في السوق ونشوفوا الثمن تبارك الله، اللهم بارك الخوت الله يدير خير تبارك الله، ونطلب الله التيسير اللهم يسر امور جميع الناس والخوت والحباب تبارك الله، نسولوا على السلع. ودخل محمد السلام عليكم، دير بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك. شحال الثمن اخويا؟ 78 اللي كطلب فيها الله يسر امور تبارك الله. كيطلب الاخوان 78 تبارك الله 3900 درهم الاخوان تبارك الله، اللهم يسر امور. وهذا الشيء اللي كان واد مرحبا لالا، اللهم يسر يا ربي يبارك الله يصلح امور الله يدير الخير تبارك الله. كطلب الاخوان 78 وهذا الشيء اللي عطى الله واد الاخوان تبارك الله. ونسولوا المشرى شحال الثمن الله يحفظك؟ 76 خلصنا ب 74 الاخوان الخلاصه الخوت راه 74. داكشي اللي داكشي اللي كاين كيقولوا لي الخوت هذا تبارك الله. وبحال واحد الاخ الاخوان كيقول لك صور على الكسافه في الليل، راه ما يمكنش تصور على الكسافه في الليل ثلاثه ولا اربعه ديال الصباح والليل، ما يمكنش يصور معاه. ها هما الناس باش داو باش كيقولوا لنا والرزق الله اخويا فهمتيني. ها هو كاع قال لي 78 وني قال لك المشرى مشاري ب 74 3700 درهم ثمن المشرى هذا الاخوان. شحال من راس عندك؟ 18 راس. عطيني النمره ديالك. 06 78 47 60 65 75. اللهم يسر الامور الله يدير الخير. ومرحبا بالاخوان، واللي بغى السلع الخوت راه الف الف مرحبا بالاخوان. الله يسر الله يدير الخير. ندورو دوره في السوق ونشوفوا الثمن.